بكم متابعي. بعد أن صار الوضع الوبائي في تونس كارثي والحالات بالألاف، اتنزل نسرين بن علي تدوين على موقعها للتواصل الاجتماعي وتسخر من الشعب التونسي الكل، وتسخر من الثورة اللي عملها الشعب التونسي، وذكرت فيها شعار اللي قال خبز وماء بن علي له، واللي استهزأت من الشعار هذا وقالت توا ما عادش فما لا بن علي ولا خبز ولا ماء ولا أكسجين زاد. تدوينتها هذه عملت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلتها برشة تهديدات اختيرة بسبب كلامها هذا. اللي وبعد يومين من تنزيلها للتدوينة هذه تنزل نسرين بن علي تدوينة أخرى وتعتذر فيها من الشعب التونسي الكل، واللي قالت فيها إنها ما كانتش تقصد إهانة الشعب التونسي وإرادته، بل حبت تقول الحقيقة خاطر فما برشة سراق قاعدين يسرقوا في بلادها تونس، وما هي إلا تونسية وتغير على بلادها تونس. في آخر الفيديو ما تنسيوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.